للمزيد حول جهود التحالف الوطني ينضم إلينا هاتفيا الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. برحب بحضرتك معنا في البداية، وزي ما تابعنا في الخبر السابق تفاصيل كثيرة عن المساعدات ونوعية هذه المساعدات التي يتم تجهيزها عبر المعبر لإدخالها إلى قطاع غزة. حوالي 18 يوم المتطوعين منتظرين للتأكد من إدخال هذه المساعدات. لو تكلمنا عن المساعدات التي دخلت بالفعل ونوعيتها والمساعدات التي لا تزال على المعبر الآن دكتور طلعت. وطبعا يعني بناء منذ حدوث الغزو الإسرائيلي على غزة وهناك توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي واللي بيضم 34 جمعية مؤسسة أهلية كبرى الجمعيات وإدارة مصر ومعهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بادروا فورا خلال 24 ساعة. ويعني لك أن تتوقع أو تتصور 24 ساعة يتم يعني إعداد قاطرة تضم 108 قاطرة. 108 قاطرة محملة بأكثر من 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، أيضا 40,000 بطانية تمليك خيمة، أكثر من 600,000 عبوة دواء ومسدسات ملابس تم تجهيزها في خلال 24 ساعة. حركت القافلة ومعها عدد الشباب التحالف الوطني العام الأهلي التنموي اللي احنا بنرفع لهم القبعة وبنحييهم يعني إصرارهم ووطنيتهم. الكل انتقل إلى العريش، قعدوا في العريش أكثر من أسبوع، وطبعا كان في طبعا يعني جانب إسرائيلي كان كل يوم بيضرب المعبر عشان ما يبقاش مواحد يقول المساعدات الإنسانية. بعد التعقيدات بعد العراقيل ولكن التدخل الزواجي فخامة الرئيس عبد السيسي وضغطه على الأمين العام للأمم المتحدة وعلى الجانب الإسرائيلي والجانب السيسي نجحت المفاوضات والضغوط بأن المعبر افتتح في الجمعة قبل الماضي، وبدأت طبعا بيتدخلوا كميات ممكن 10 دقائق يعني 10 أيام 10 قاطرات 15 20. الحمد لله انتهت المرحلة الأولى أمس، 108 قاطرة دخلوا. طبعا الإخوة الشباب كانوا رابطين وصامتين ومصرين يعني ما رجعوش غير ما اطمنوا إن القاطرة دخلت. بنحيي الإخوة السائقين اللي هم من ثلاث محافظات مصر اللي كانوا حريصين كل الحرص على انه يقوموا بهذه المهمه بدافع وطني ودافع ثاني. يعني التحالف الوطني بدا بعد ما تنسيق مع الهلال الاحمر ومع الهلال الفلسطيني. تم بعد ذلك وده شيء طيب كل الجمعيات الاهليه القاعديه، جمعيات المجتمع، جمعيات الاتحادات الحكوميه على مستوى الجمهوريه، كل بادر التواصل مع الاتحاد العام ومع التحالف ان يبدا الجميع يساهم ويساعد ويشارك في القافلة الأخرى، وإن شاء الله تكون قافلة أكبر هتضم تكبر نفس المساعدات. إحنا كنا أتمنى طبعا يكون هناك في وقود، طبعا هم محتاجين مياه ووقود لأن طبعا الجانب الإسرائيلي. هل هتعملوا على ده دكتور طلعت إنه يكون في مياه ووقود ضمن المساعدات التي يتم إدخالها إلى غزة؟ والله إحنا بنتمنى يعني يكون في انفرازة، لأن طبعا بيبقى إحنا تعرف الجانب الإسرائيلي بيعمل تفتيش، طبعا ممكن في حاجات يرجعها في حاجات يقتلها، فاحنا ان شاء الله يعني تبع ضغوط الدوله وضغوط الرئيس. طيب دكتور طلعت بخصوص التفتيش، وحضرتك يعني في خلال كلامك اتكلمت عن العراقيل والتحديات اللي ممكن تكونوا بتقابلوها لادخال هذه المساعدات. الآن مع كل التطورات التي حدثت في المشهد بخصوص إدخال المساعدات، ما هي العراقيل اليوم التي تواجهكم لإدخال المساعدات؟ لا يعني عايز اقول العراقيل بدات تقل، هو بس البطء في الاجراءات. يعني مثلا في يومين قال لك الاكس راي معطله اللي هو الاشعه الدمويه انها معطله، طالما الاكس راي معطله خلاص مفيش قافله تدخل. يعني فدي كلها امور بتبقى محتاجه على ترجع الاراده ان احنا يعني تبقى صعوبه. برضو التفتيش ممكن يبقى تفتيش بسيط وممكن يبقى تفتيش سريع. طبعا اعتقد يعني اعتقد بس الامور في الفترة الأخيرة تحسنت عن بداية إدخال المساعدات. احنا إن شاء الله المرحلة الثانية يعني هتبقى المساعدات أعتقد هتبقى أكثر بإذن الله، وهنشوف كل الاحتياجات اللي جانب اللي ناقصها.
وفي تنسيق كامل. يعني احنا طبعا بنسعى دي ان احنا كل اللي يدخل يكون بناء على رغبه الهلال الاحمر الفلسطيني واحتياجات الشعب في فلسطين وغزه طبعا تحديدا دقيقا. طبعا وحضرتك متابع برضو بكل الاخوه المصابين والارحم عبر المعبر كنت امس يعني بدا ينتقلوا الى المستشفيات المصريه. برضو احنا كمجتمع مدني هو في حاله طبعا في مستشفى ميداني في الشيخ زويد، في عدد كبير من سيارات الإسعاف، حتى في حالات بيتم يعني نقلها إلى مستشفيات زي الإسماعيلية على سبيل المثال لو الحالة حرجة. إيه الجهود اللي بتقوموا بيها أيضا بخصوص المصابين والجرحى؟ كان معانا وزير الصحة قاعد امبارح، احنا برضه الحلف الوطني والجهة الدولية على أهبة استعداد إن احنا نساهم بأي مساعدات مطلوبة، خاصة إن في مساعدات ممكن جدا تبقى فيه مرافقين جايين مع المصابين والجرحى، اكيد بيحتاجوا اعشاب، بيحتاجوا يعني مساعدات او بالتبع ذلك. برضه الحلف الوطني والجماعات اللي لن تتاخر في اي جانب ضد معالي وزير الصحه اعلن انه هيجيب معانا في القطاع الاهلي. احنا طبعا بنزيد ده تماما، يعني احنا بنعتبر قضيه فلسطين قضيه غزه دي قضيه متوسط، واحنا ان شاء الله جاهزين وتحت امر القياده السياسيه، خاصه الحلف الوطني عامل اداء تنموي اللي هو طبقا لقانون 170 يعني بيرعاه وبيرعى تحت عنايه ورعايه الحكم الشريف عبد التحديثي، والحمد لله يعني في تنسيق مع وزاره النظام الاجتماعي ومع الهلال الاحمر ومع وزاره الصحه، يعني الحمد لله تنسيق كامل، واعتقد يعني المنظومه تمت بشكل اكثر من رائع. وكل ده برضه توجيهات الرئيس اللي هو يمكن موقفه القوي والثابت منذ اندلاع الازمه، وده موقف يعني التاريخ هيسجله ان موقف مصر كان موقف قوي، موقف ثابت، لم يتاثر باي ضغوط سواء في موضوع التهجير القصري، سواء في موضوع حق المستهلكين في دولتهم وعاصمتها القدس الشرقيه ضد الحدود ما قبل 67، كل دي يعني مواقف ثابته من القياده السياسيه. ايضا الالتفاف الشعبي حول القياده السياسيه، وما كان زي ما حضرتك شفت 18 مجلس الشيوخ فوض الرئيس و19 مجلس النواب و20 الشعب كله خرج يوم الجمعه 20 خرج عن بدء تهديد بيأيد الرئيس وبيقول له احنا مفوضينك لخدمتك حكمته وقدرته وانه قراره دايما بيبقى قرار صائب، والحمد لله اعتقد والعالم كله يعني دايما بيقال دلوقتي ان المشكله لن تحل انت الا عن طريق مصر وعن طريق الدوله المصريه اللي هي فعلا اثبتت بايام ان هي مصر هي فعلا هي ام العرب وهي الداعمه بحق. والحقيقه انه هذه الجهود يعني قامت بعمل ارضيه مهمه جدا لكل الجهود التي يتم بذلها على سبيل المثال من التحالف. اخيرا دكتور طلعت، حضرتك طبعا اتكلمت عن التنسيق مع الهلال الاحمر الفلسطيني، هل في اي اليه للتاكد من وصول المساعدات بالفعل الى الشعب الفلسطيني المدنيين في غزه؟ هو الهلال هو اللي بياكد، الهلال طبعا هو قاعد في فلسطين هو اللي بيأكد لنا بعد ما تدخل المعبر بتبدأ بعد يتم التفتيش بتلم جانب فلسطيني بيبدأ توزيعها على الإخوة في غزة، وده الهلال الأحمر طبعا في مخازن موجودة في الجانب الثاني بتحط فيه حاجات كلها وبتبدأ توزيعها طبعا تحت بصر الهلال الأحمر وكل الجهات المعنية. لا احنا بنكون مطمئنين تماما ان بيتم التوزيع بشكل جيد، واعتقد كمان دلوقتي في طبعا حضرتك ملاحظ ان في ضغوط عالميه على الجانب الاسرائيلي، واعتقد الضغوط العالميه ديت والعالم كله شاف المذبحه والجريمه اللي بترتكب حق اهل غزه واهل فلسطين، يمكن دي خلت برضه حتى الجانب الامريكي بدا يتحدث عن موضوع المساعدات دي، وده طبعا ده تحرك ما كانش موجود قبل كده. كل دي برضه اعتقد ان احنا الاداره المصريه الحكيمه استطاعت ان هي تبرز الحقيقه للعالم، وطبعا يعني القنوات الاخباريه ووسائل الاعلام القويه المصريه برضه نجحت في يعني ان هي تظهر الحقيقه للعالم كله، وده شيء طيب جدا. وهيئه الاستعلامات وبيان قيادة الاستاذ رشوان امام المعبر، ده كل دي انا بعتبرها كل دي ساعدت في اظهار الحقائق وخلت فعلي برضه يحصل نوع من انواع التراجع يعني ولو بشكل بسيط
حول التعنت اللي كان موجود امام ادخال المساعدات الانسانيه. نعم، وهذا ما يعني نحرص دوما على متابعته اذا حدث في اي تطور. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.